بالاجماع تهنية لمحمد بن راشد بن حمد بن غدير داعم هذا الشعار. تهنية ازفها بصوتي الى حمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يتابع مهند 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 مهند. حيو 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 مهند حيو. هذا الشوط محمد بن راشد بن غدير يتسلم الخنجر من ايادي عبد الله بن محمد الكواري، وها هو الدينمو مضمر مهند الحميدي بن سالم العمري، وايضا انجالهم الكرام تهانينا والناموس يتبر محمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز والانتصار، واخوانه الكرام محمد بن راشد وسالم بن راشد وسعيد. محمد بن راشد بن غدير الف مبروك، فوز معيار ومهند وكذلك مرابط برموز فضية في هذا المساء في ميدان شحن. الله يبارك في حياتك طعمرك، والليل اللي حصل ليلة معيار ومهند لا جديد طعمك، هكا نفس السنة عدنا في سباق المؤسس، وإضافة إلى ذلك القعود اللي ماخذينه طعمك برباط من عند النعيمي، شفنا طعمك مراكضني سباق في الشوط النقدي سباق في السعودية. كيف تم اختياره يا محمد شخصيا ولا في طعمك الخوان؟ شفنا نعم واتفقنا عليه ان طعمك انه قعود فيه مخزون هايل، ولولا حتى انت اليوم حتى اليه ما دار ما شاء الله. نعم وكان عند حسن الظن فيه. الليله شيء يذكر وتشكرون عليها الغدير على هذه الانجازات اللي ما هي بغريبه على شعاركم، مثل ما فعل العام الماضي ومثل ما فعل قبل ايام في ميدان المرو. الله يطول عمرك، نحن هذا الدوره وهالمهرجان غالي على قلوبنا، من غلا اهله وشيوخه وشعبه، نحن طعمك مشاركتنا هنا مع اخواننا تعنينا الكثير طعمك، وهذا اللي خلينا نحرص على من خيار الحلال اللي عندنا نشاركوا في المهرجانات في دوله قطر الشقيقه. دائما اللي يفوز المعنويه ترتفع، كيف التهاني الليله وكيف لمست المعنويه؟ الحمد لله طعمك، نحن الحلال يتنا وعكه صحيه في بدايه تجهيز الموسم، ما يخفى على احد طعمك ولا دائما يحصل في اي عزبه، حاولنا طعمك ان نتلافاها والحمد لله حين الحلال رد على المسار الصحيح. نعم محمد انت راضي على النتيجه الليله 3-3 راحت وثلاثه تمت. راضي طعمك كل الرضا، واكيد جمهور هجر المرغم راضين طعمك على النتيجه هذه، ودائما هم واقفين خلف هذا الشعار، وبالنسبه لنا محل تقدير على الف مبروك الفوز والناموس المنتهي. الله يطول عمرك، اول شيء الامارات حكومتنا وشعبا، وايضا حتى اخواننا القطريين اللي شاركونا الفرحه هذه، الركض سابق ومسبوق في الدوره، ونحن عقب الدوره طعمك نشوف انه حتى من الامارات ولا من السعوديه ولا من الخليج او حتى من الدار هاي اللي اهل الدار شاركونا فرحتنا هاي وفرحانين من فرحتنا. والله الركض طعمك والزابط يستوي في الدوره، ومن يخلص الشوط ردينا اخوان ويجتمعنا في الميالس، والكل يبارك للناس كانه فايز عرفت، وايضا جمهور هجر المرغم اللي خلف هذا الشعار. Shopping.